السلام عليكم. بدنا نشوف اليوم داتا ستراكشر جديد اللي هي الهيبس. الهيبس او اسم ثاني لها اللي هي البريورتي كيو. الكيوز العاديه لما اخذنا الكيوز شفنا انه implemented under the FIFO principle اللي هي first in first out, the first element to come in, the first element to be served. المشكله الموجوده عندنا هون there has to be a scheme for cases in which there are some priorities. مبدا الهيبس اجى عشان يعالج المشكله بتاعت البريورتي الموجوده عندنا بالكيو. بالكيو اول element بيدخل first element to come in, first element to come out. مش راح ياخذ بعين الاعتبار اي اولويه موجوده عندنا لو في داتا ثانيه. نشوف هون مثال. Take an example of a queue system for printers. تخيل انه هون printer مشبوك على network. The first print job to come in is the first to be printed. Imagine you are printing a two paper report. تخيل بدك تطبع بس مثلا تكون تطبع two page report. But unfortunately, there are a few jobs that have been in queued before. Each of these jobs of thousands of pages. لو ناخذ بعين الاعتبار انه البرنتر عندنا هون implemented using the queue. تمام الكيو عارفين ال first in first out مبدأها FIFO. طيب نفرض هون مثلا الجوب الموجودة عندنا هون كان فيها نحكي هي 1000 paper عندنا هون هي كمان 1000 paper عندنا هون كمان هي 2000 paper وعندي هون بس 1 page paper. لو بدنا نمشي عليها مبدأ اللي هي كيو عادية اللي راح يصير راح يخلص 1000 2000 وكمان 2000 لما يخلص 4000 paper راح يجي يطبع هاي البيج الموجود عندنا. هلا هاي المفروض لك بطريقة نعالجها ونعطيها priority بما انه نحكي الكوانتيتي تاعت البيجز اللي بدهم ينطبعوا عندنا هون اقل من اللي قبلها اللي كانوا قبلها فهون اوكي why not to take into account اللي هي البريورتي الموجودة عندنا. This means you have to wait until all jobs have been finished. هاي المشكلة الكبيرة الموجودة عندنا وهاي المشكلة بنحاول نحلها بالheaps. There has to be a method so that short jobs to finish as fast as possible. لو ناخذ هون بعين الاعتبار اللي هي short jobs عدد البيجز للبرنت يكون اقل. These jobs have higher precedence over jobs that have already been running. However, some not short jobs, بعض ال not short jobs are still important and they should have higher precedence in some cases. The heaps data structure is a special kind of queue اللي هي called priority queue. من هون اجى اللي هي اجت الفكره تاعت الهيبس. Heaps use binary search tree implementation. بدنا نركز هون الهيبس اسمها priority queue لكن بتستخدم الimplementation تاع البينري سيرش تري. هل الهيبس binary search tree? It uses a binary search tree implementation. This gives O local N average running time for both operations. اللي هم ايش البوث مقصود عندنا هون اللي هي الانسرت والديليت. في عندنا هون نوعين هيبس، في عندنا اللي هي المينيمم هيب، في عندنا كمان اللي هي الماكس هيب. المين هيب a binary search tree such that the data in each node is less than or equal to the data in the node's children. كل داتا موجوده عندنا بالمينيمم هيب بدها تكون اقل من الموجودين وين الفاليو بالتشيلدرن. In minimum heap, the root is the minimum value in the tree. النود الموجودة هون X بدها تكون أقل من Y وأقل من Z. طب نفرض Z في إلها كمان مثلا children K و L و Z إلها كمان مثلا D و P. هذا الكلام شو معناها؟ إذا كل نود بدها تكون الفاليو لإلها أقل من children معناها هون تلقائيا X بدها تكون اللي هي minimum value in the tree. طبيعي جدا تكون هون اقل value موجود عندنا بالتري كلياتها. برضو في عندنا implementation ثاني اللي هو الماكس هيب. الماكس هيب الروت بده يكون اكبر قيمه موجود عندنا بالتري. هون عكسي الماكس هيب بده تكون اكس اللي هي اكبر قيمه موجود عندنا بالهيبس. في عندنا two basic operations اللي هي عمليه الانسرشن اللي هي الالترناتيف للانكيو وفي عندنا delete minimum او delete ماكس. هاي بالكيس تاعت اللي هي بنسميها ماكس هيب حسب الامبلمنتيشن تبع الهيب الموجود عندنا اللي هي طبعا بتكون الترناتيف هون لعملية الدي كيو in which we it finds return and delete the minimum element in the priority queue. الهيب داتا ستراكشر از ان اري. يعني هون بدنا نربط شوية كونسبتس مع بعض. بدنا نحاول نعمل simulation للباينري سيرش تري انها يكون كشكل باينري سيرش تري لكن باستخدام array.
الامبلمنتيشن تاع الهيبس اللي بدنا ناخذه باستخدام الاري. So it is an array that can be viewed as a binary search tree. It may also be called binary heaps. برضو اسم تاني لا اللي هي الهيب الباينري هيب in which it uses اللي هي الستركتشر as a structure only تاع الباينري سيرش تري. ايش المقصود بالستركتشر تاع الباينري سيرش تري؟ كل نوع بيكون لها 0 1 or 2 maximum children. هلا هون بدنا نستخدم الامبلمنتيشن تاع الاري. For any element at position i بالاري ال parent تبع i يساوي i تقسيم 2. ال parent لاي element موجود عندنا i equals i على 2. هلا children اي نود ممكن يكون لها 2 children and the left child في عندنا right child. ال child at i child i equals اللي هي 2 i هاي ال left child او 2 i زائد 1 هي 2 i plus 1 لل right child. لو نشوف كيف شكل الهيب نطلع على هاي هيب داتا موجودة عندنا. نتخيل عند الindex هاي الداتا موجودة المينيموم هيب. يس اتس مينيموم هيب انهم نحكي 13. نطلع على children تاعونها. لو نجي نطلع على الليفت الليفت عندنا 14 بعدين 16. نطلع بشكل عام على كل الداتا الموجودة رح ناخذ انه كل الداتا الموجودة مين اصغر element فيهم اللي هي 13. ال 14 هي اصغر element موجود بالسب بالليفت سب 3. نطلع على 24 رح الاقي انها اصغر من 65 وكمان من 26 and so on. الفاليوز الموجوده عندنا هون هاي اللي هي الاندكس الموجود بالاري. تمام نطلع على الاري. نفرض هاي الاري موجوده عندنا هاي الاندكس بالاري. عندنا السايز تبع الاري هون 12 عندنا من 0 لحد 11. الاندكس صفر ما بنخزن فيه داتا. تخيل عندنا هون الداتا خزناها ب اللي هي بلشنا بالاندكس 1. واضح انه اندكس 1 بده يكون فيه اللي هو الروت. تمام لو نجي نطلع حسب القاعده الموجوده عندنا اللي هي left child left child لا اللي هي الداتا الموجودة عندنا هون للواحد equals حسب القاعدة تطلع 2i وتساوي 2 ضرب 1 ويساوي 2 هي left. أما بالنسبة للright child ويساوي 2i زائد 1 تساوي 2 في 1 زائد 1 وتساوي اللي هي 2 زائد 1 معناها بالاندكس اللي هي 3. معناتها عندنا نطلع انه هون هي الليفت تشايلد بده يكون بالاندكس 2 والرايت تشايلد لها بده يكون بالاندكس اللي هو 3. لو نيجي ناخذ اي داتا ثاني مثلا ناخذ ال 14 بدنا نشوف الليفت تاع ال 14 ويساوي اللي هي i equals to i وتساوي 2 ضرب 2 وتساوي 4. نطلع انه هون احنا هي بالتنين بالأربعة الاندكس أربعة بالأري بده يكون الليفت يس مزبوط اللي هي 24. الرايت تبع اي اللي هي 14 كداتا نحكي اللي هي 2 اي زائد 1 وتساوي اللي هي 2 ضرب اي القيمة الاندكس الموجود في 14 اللي هي 2 زائد 1 تساوي 4 زائد 1 اللي هي 5. نطلع على الاندكس الخامس لكن في 21 يس it is the right child of i and so on لكل الداتا إليمنتس اللي بدها تكون موجودة عندنا بالهيبس. لما نحكي عن المينيموم هيب المين هيب الجول is to find the minimum value quickly زي ما شفنا هون انه دائما المينيموم بيكون هو الروت. الجول معناها عندنا to find the minimum value quickly. So it makes sense to have the minimum value at the root as it all as we always delete minimum. الايديا تاعت المينيموم المين هيب انه بنقدر نعمل insertion لكن لما نيجي نعمل الديليت we only have اللي هي delete min. اذا عندنا من هيب اذا عندنا اللي هي الماكس هيب so we can always only delete اللي هي الماكس. بنقدر نعمل اما delete للمينيمم او delete للماكسيمم حسب اللي هي بالداتا structure موجود عندنا minimum هيب او maximum هيب. So it makes sense always to have the minimum value to be the root of the tree. رح نعمل delete دائما لمين بس للمينيمم. Any node should be smaller than any of its descendants. كل نود بده يكون اصغر من اللي هي اللاحقين تاعونها من children. For every node x the key is the parent of x. لكل نود x الكي بده يكون الكي and the parent of x is smaller than or equal to the value of x.